مشاهدينا أهلا بكم. في حوالي الساعة 12 مساء وأربع دقائق بحسب توقيت تركيا دق ناقوس خطر جديد في تركيا بسبب وقوع زلزال آخر اليوم الاثنين، في الوقت الذي لم تلم فيه جراح الزلزال السابق حتى فتح جرح جديد. أسفر عن مقتل أحد المواطنين وإصابة 69 شخص وما زال العد مستمر. تفاصيل الزلزال وما حدث خلال تغطيتنا. بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، زلزال جديد وقع في مدينة ملاطية التركية، وأصفر الزلزال حتى الآن وفق ما تم إعلانه عن مقتل أحد المواطنين وإصابة 69 شخص. رئيس هيئة الكوارث التركية أكد على أن الزلزال اللي وقع اليوم في ملاطية قتل أحد المواطنين وأصاب 69 شخص حسبما أفادت صحيفة ياني شفق التركية. أما وزير التعليم التركي محمد أوزر فقد أكد أن زلزال ملاطية اليوم أسفر أيضا عن انهيار 22 مبنى، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في وقت سابق عن انهيار عدد من الأبنية بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية. وسائل إعلام تركية محلية عرضت عدة فيديوهات ومشاهد مفزعة عن انهيار عقارات كاملة نتيجة للهزات التي أحدثها الزلزال. كمان هيئة إدارة الكوارث التركية وضحت أن مركز الزلزال يقع على عمق 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض في منطقة ياشيلورت التركية، وتوجهت فرق الإغاثة إلى المنطقة لفحص الأضرار الناجمة عن الزلزال والتعامل مع الموقف بحذر. كمان بنفكر حضراتكم في يوم 6 فبراير السابق ضرب زلزال قوي جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وبعد ساعات من وقوع الزلزال ده في زلزال تاني بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وطبعا وقوع خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. كمان رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وصف مشاهد زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا وكأنها نهاية العالم، وده بسبب المشاهد المروعة والمفزعة، وذلك أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال جنوب تركيا. وقال كمان إن أغلقت منازل ومتاجر وفقدت أرواح وحجم الدمار غير معقول بالفعل. كمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضح إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1,500,000 شخص، وتم طلب 113,500,000 دولار من إجمالي مليار دولار طلبت بها الأمم المتحدة الدول لاستخدام هذه الأموال في إزالة فقط الأنقاض. مشاهدينا، هكذا تعيش تركيا مرحلة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد من الزلازل المتتالية، وما زلنا نتابع معكم كل جديد. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.